السلام عليكم. في سؤال بيقول: لو سمحت، عندي سؤال. لو عندي ملف خلصان انشائي ريفت وعايز اشغل عليه معماري طوب وابواب و الى اخره، افضل طريقه هل اخلصه معماري من الكاد الاول وبعدين ادمجه مع ريفت الانشائي، ولا اعمل لينك ريفت واشتغل عليه؟ وشكرا لحضرتك وجزاكم الله خير. طيب، هي سواء بتبدا المشروع والريفت الانشائي خلصان او مش خلصان، احنا بناخد قرار هنشتغل ده لوحده وده لوحده بناء على حجم المشروع. تمام، كل مشروع بيبقى ليه الخصائص بتاعته، فبناء على الخصائص دي بناخد القرارات هنشتغل ازاي. فمثلا موضوع هنشتغل كله على نفس الملف ولا لينك، ده بيكون بناء على حجم المشروع. يعني لو عندي فيلا صغيرة، تمام، ومش مستاهل ان انا اقسم معماري وانشائي وام اي بي، لان الريفت اصلا مديني الخاصية ان انا اقدر اعمل ورك سيت واتحكم في الموضوع. امتى بقى افكر في موضوع اللينك دوت؟ لو لقيت ان المشروع تقيل وهيهنج معايا. تمام، فمثلا انا عندي دلوقتي الملف الانشائي خلصان، هل المشروع دوت لو اشتغلت عليه معماري وام اي بي مثلا، هل هاجي في نص المشروع والاقي الشغل تقيل واضطر ان انا اقسمهم، ولا انا عارف ان المشروع كله سهل وبسيط وينفع ان هو يتعمل في ملف واحد؟ لو ينفع يتعمل في ملف واحد وفعلا خفيف، يعني ممكن يكون في مشروع عندي كبير بس هو عبارة عن مباني صغيرة، فيلا صغيرة، فخلاص ما فيهاش أي مشكلة خالص إن أنا أشتغل على كل فيلا لوحديها، لأن في قاعدة عندنا في البيم إن ما ينفعش يكون كذا مبنى وراحتهم في ملف واحد. إنما لو مبنى واحد فيه معماري وإنشاء وكهروميكانيكال وبطيخ وكل حاجة، وينفع يتعملوا في ملف واحد. فأنت بتشوف حجم المشروع وبعد كده تقرر. لو عملت لينك ده هيخلي الحاجات خفيفة معاك، بس يعني بتبقى فيه اللينك مبيبقاش زينا ما نكون شغالين مع بعض في نفس الملف، يعني نكون شغالين في نفس الملف بيبقى الموضوع أسرع. تمام.